يا سلام يا منيرة، يا سلام هالجماعة، شو أكابر ومرتبين. ما بونشي خالي. لا لا لا، ما معك حق، ما بينقال عنهم ما بونشي. ناس بيفهموا بالأصول، ذكروني بأيام العز. هلأ ما بقى فيه هيك ناس نهائيا. يا ريت تجيبي لي كاسة مي. شبك خالي؟ ليش مبرعت فيهم هالبرعة؟ ما بونشي، يعني ماشي حالهم، بس قهوتهم سايطة وما جابوا معها كاسة مي. لا كمان ما معك حق، أنا ما دقت أطيب من هيك قهوة من زمان. ذكرتني بقهوة أمي الله يرحمها. بعدين شفتي الفنجين؟ إخوات الفنجين اللي كانوا ببيت أهلي. أمي ما كانت تقدم فيهم القهوة إلا للعزيز الغالي. بهي معك حق، الفنجين قدمها كتير. يا ترى ببيعونا ياهم مع البيت؟ بس هدول خالي خرج الصمد، مو خرجي ضيفوا فيهم، لأنه ما عاد حدا ضيف بهيك فنجين. لأنه ما عاد حدا عنده هيك فنجين. شفتي يا منيرة؟ شفتي ما أرقهم؟ برق ورقة السيجارة. يا سلام أظرفهم. فنجين من الصين الأصلي. شو القصة خالي؟ هلأ عم تتغنى بالفنجين؟ شو بحياتك مو شايف فنجين؟ شايف شايف، بس مو مثل هيك فنجان. يا سلام على شرب القهوة فيه هيك على صوت صالح عبد الحي. ايه لا بهي ما بعرف شو صاير لك. نحن رحنا لنشوف البيت، شو إلى طعمة يصرعونا بصوت الأسطوانة القديمة على الجراموفون، اتبخوشت أدنية ولا عدنا نعرف لا نحكي ولا نسمع بعضنا. أنا شو صاير لي ولا أنت شو صاير لك؟ هذا الجراموفون شغلة نفيسة كتير. أنا لهلأ محروق قلبي على جراموفون تبع أبي اللي أخده أخي حسني وراح باعه المنظوم قبل ما يسافر على الأرجنتين، وأنت كمان حصلتي الجراموفون اللي قبله وحطيتيه وخربتيه، يا ريت خليتيه على حاله. أخ فعلا أنا شو صاير لي؟ إيه أكيد صاير لي شيء. هلأ وين كنا وين صرنا؟ خالي خلينا بالبيت، ما بشي مو هيك؟ عجبني عجبني كتير. ظريف ما بشي قريب عليكي، انشرح له قلبي. ليلي يا منيرة، شو بدنا نعملن على رد العزيمة؟ عزيمة؟ أنو عزيمة خالي؟ أنو عزيمة؟ لك ما عزمونا على العشاء؟ ايه عزمونا، بس ما شددوا العزيمة، يمكن زدتوها هيك. بقى بكير هلأ نفكر بهالقصة، مو ليردوا يتصلوا فينا ويأكدوا العزيمة. أنا مو ملاقيت إلا طعمة نعزم بعضنا. نحن رحنا لنشوف البيت ولسه لا قعدنا على بازار ولا اتفقنا على سعر. شو صاير لك خالي؟ إيه مالك بالعادة تفكر بهالطريقة؟ لازم نضل تقال بكرة بيستحكمونا بالسعر إذا لقونا مبروعين. ظريف هالأبو وسيم مو هيك؟ ايه لطيف بس مرسم شوي. شفت خالي ام وسيم؟ طول القعده ما حكت كلمتين على بعضهم، وطول الوقت اخته مستلمه الحديث. يا لطيف شو حكايه. ايه بس حكياتها حلوين.
وباين عليها زهراوية وقعدتها حلوة. كني عايشة معهم بالبيت مو هيك منيرة؟ ايه عايشة معهم والهيئة مسيطرة عليهم. يا لطيف شو قوية. هلا هيك طلع معك؟ هي ما بينقال عنا انه قوية، هي بينقال عنا انه شخصيتها قوية. ما شفتي ابو وسيم كل ما قال شغلة يلتفت عليها قال له مو هيك؟ تقول له ايه تقبر قلبي. ذكرتني فاطمة. منو هاي فاطمة خالي؟ بنت جيراننا بحي العمارة. كنت بدي اخطبها لما كنت صغير وقام اجا ابن عمها وهفها. اسأل الله ايام زمان. فتقت لي جروحاتي تقبر قلبي. كنت كل ما مر من تحت المندلون تبعها اسمع صوته وهو عم يقول لي تقبر قلبي بدون ما اطلع. ايه اسأل الله كان قلبي رفرف هيك بمحله وينط بالتطير. هي زهراوية وبتحب المغنى وبيقولوا صوتها حلو بدق على العود. كمان أنا قلت هيك لأنه ما في غير تحط أسطوانة وتقيم أسطوانة بس كلهم قدمها. لا أو شو شاككت لي وردي على راسها؟ ما هي طول عمرها بتحب تحط الوردة براسها، حتى لما بتكون طالعة برات البيت إذا لاحظتي من تحت الإشارة بتكون مبينة هي وماشية بالطريق. هلأ هي أكبر ولا أخوها؟ لا شو عم تحكي؟ أخوها أكبر بس مو باين عليه لأن قطعته صغيرة. مو هذا قصدي، باين أخوها كبير ومقدر كتفه راتب، خاصة هو لابس هالعباية، بس كأني شفتها مسيطرة على البيت. يعني أخوها ما بيقدر يتصرف شيء إلا من تحت إيدها. برافو عليكي لقطيها، مزبوط حكيك لأنه هي الكل بالكل وما بيصير شيء إلا بشورها. معقول؟ يعني لهالدرجة ليش؟ شو ليش؟ بدها سؤال؟ ليش ما بتعرفي إنه البيت لقلها ومسكني أخوها وعيلته عندها؟ ليش أخوها ما بيملك شيء؟ كان بيملك بس لما كان شاب لحقوا أولاد آده وراحوا مصاريب لعب القمار والمشي البطال، ولما رجع لعقله ما لقى قدامه إلا أخته، قامت سكنته عندها وعطته مصاري من شان يشتغل. لكان يا عمي يا هيك النسوان يا بلا، قوية وقادرة وكلمتها ما بتصير اتنين. قلتي لي هيك لكان. هلا لو رحت المي ممكن اتلين مع بعض اكثر؟ عم اقول لك ما بقدر، لازم اعمل جرد للتياب اللي عندي مشان ما التهج بس يدقولي. انت كنتي اجلي طلعتك شوي على بين ما يتصلوا بنطلع سوا. ما بقدر، موعدي لما احكي معها الساعة 4، فلازم تكون الساعة 4 بالشارع. يعني اذا اتصلتي من هون ولا من الشارع مو نفس الشيء؟ لا مو نفس الشيء، لانه لما ما بتعرف انه انا جبت موبايل، مشان هيك بدي احكي معها من الطريق مشان يطلع صوت زمامير السيارات مع صوتي. قوم تسالني من وين عم تحكي؟ بقول لها عم بحكيكي وانا ماشيه بالطريق. عرفتي ليش جبت الموبايل؟ تاركي مو قليله يا ملعونه. موبايل هذا موبايل موبايل هي بنتي. يا را الو ايه انا اللي اتصلت. امتى التيست؟ بكره الساعه 10. طيب اوكي ماشي. اهلين يارا. بكره الساعه 10. شفتي قديش الموبايل مهم؟ طبعا موبايل هذا موبايل. الو اهلين ميس. يا عليكي هذا رقمك؟ ما عرفته. ايه بس رقمي احلى من رقمك. قلي لي على الرنات اللي نزلناهم. نزلنا رنات جديده بتاخذ. ايش 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 ميس برجع تغطي. فريده انا ماشيه. بدك شيء؟ انا جاي معك. انا معي حبيبي فينو قلبي. الله غرامك ودعني ايه يعني فارقني ولا رجعني ليه فاكر ان الدنيا. شايفتيهم كيف ضلوا واقفين على الشباك ان التنتين؟ شو يعني؟ ولا شيء ولا شيء.
ولا حالي ليش ضل واقف على الشباك وما كان يعرف يتحرك. بس كيف لقيتي الأسطوح؟ ما بعرف ليش ما خطر على بالي من زمان، بس نحنا هيك بالطاقية والنظارة ما حدا بيعرفنا. شفتيها لسراب اختلافاتنا كيف لزقت على شباك المطبخ وصارت تحوس وتلوس تحوس وتلوس، فكرتنا شباب. لا وام محمود العجل راحت تغطيت وقت بي شافتنا. بس هلا عرفت ليش رائدة بتضل عم تدرس على البلكون. ليش؟ لأنه في شب بالبناية اللي مواجههم بيضلوا بيقعد بيدرس على البلكون، بيبين من عنده بس ما بيبين من عنا، لأنه ساكن بالطابق السابع بالبناية الطرفانية. ما شفتي؟ ما انتبهت، كنت عم جرب طير حمام. بس كيف لقيتيني بعرف طير حمام؟ إلا كان أنا كشاشة حمام. ايه عم قلك شايفته مدري شو صاير له، ما له غير سيرته وسيرة أخت بيت السعدي. ايه وكل شوي يا بيجي يا بدق تليفون وبيسألني شو ما دقوا وعزمونا؟ لا طبعا ما حددوا. ايه وقت قالوا بدنا نتعشى سوا وما قلنا لهم لا، قلنا لهم اتركوها للظروف. شدي ايدك التهي بشغلك. حلفت مو في دخانه. لا هي مو مرت بيت السعدي، هي اخت بيت السعدي. ايه حلفت قال الا نتعشى سوا ونتمالح. ايه لك التهي بشغلك شبكي. وقال شو رايكم يوم الجمعه؟ قلنا لهم ايه وتركناها على اساس نتصل ببعض. بقى حلوة نحنا نتصل فيهم ونقول لهم شو لساتكم ناويين تعزمونا؟ ايه طبعا مو حلوة. لا اذا ما دقوا اليوم انا بكره مالي رايحة. ايه طبعا واذا دقوا بكره بعتذر. لكن شو الشغلة هيك؟ في اصول بالدنيا. ايه وعلى اساس هن الناس بيفهموا بالاصول. ما بعرف شو صاير له خالي. مظبوط ايه هالشغله بتنسي المقفونه انفادي، معك حق. بس ما بعرف ليش ناقز لي قلبي، خايفه نطلع من تحت الدلف لتحت المزراب. عم يدق بابك؟ ايه روحي شوفي مين. ايه خلص احكي معي مو تغطي مثل عوايدك. لا خلص بدي العب رياضه. ايه يلا مع السلامه. شو؟ إلك ساعة كلهم صحنين شبكي خفيها. خلصوا يا خانو، ما بقي غير هالفنجانين. خلصيهم وانزلي لعند أبو راضي اللي له يجيب لي كيسين معكرونة وكيليين رز وكيلو جبنة أشقوان. يلا خلصت. لك شبكي شو بدك؟ ليش ما رحتي؟ مصاري يا خانو، مو قلتي انه بدك غرام؟ ايه قلي له يحط منه وبحاسبه. بس يا خانو يعني انت بتعرفي انه ابو راضي ما بقي معه، وقال لي كمان انه ذكري الخانو قبل ما اطلع لعندك انه الك شهرين ما دفعتي اللي عليك للبنايه، وانه يعني الك 3 شهور عم توصيه على اغراضه وما عم تدفعي له. وقال لي كمان انه ذكري الخانو ترى الخانو بنت قصور وما بتاكل تعب حدا، وانه حالتنا صارت بالويل، وانه الي يعني 4 شهور عم بشتغل عندك بالبيت وما عم تدفعي لي. وبعد اذنك يعني اعطاني ورقه هالحساب مشان اعطيك اياها. تفضلي خانو. شو هاد؟ شو 20,000؟ ايه مو معقول. 18,760 زيت شامبو محارم شامبينيون سمك مدخن سمك فيليه لحمة ايوه مرتديلا فاتورة كهرباء. ايه وهدول شو الاخرانيات؟ انو هدول؟ هدول هدنك نفصلهم. هدول 1340 ليرة، ما في قدامهم شي. هدول حق الكندرة لبنتك فريدة، انت قلتي له عطيها من 20 يوم، ولا نسيتي يا خانوم؟ لا ما نسيت. وهي ورقة الحساب تبعي يوم بيوم يا خانوم، اتفضلي. هاتي لشوف. شو
شو هذا 10500 ليرة؟ صدقيني يا خانم انه انا باخذ منك قبل ما اخذ من كل الجيران. انا ام وسام لحالها باخذ منها 5000 مقطوعة بالشهر، وبشتغل عندها اقل ما اشتغل عندك. ايه هدول شو هدول 2500 ليرة؟ ما فهمتهم. هدول خانهم يعني انت تدينتيهم مني لما رحتي انت والبنات الصبايا تبعاتك مشان تساوي شعركم لما كنتوا معزومين على عرس بنت احما انفادي قبل ما تتزاعلوا. نسيتي يا خانوم؟ الو. ايوه اهلين اهلين مفيدة خانوم، صباح النور. يعني اتصلوا؟ ايه خالي اتصلوا. هي بذات اخت ابو وسيم ولا مرته اللي اتصلت؟ لا اخته اللي اتصلت. ايه شو قالت؟ ايه خالي كم مرة بدي عد لك؟ عيدي خالي عيدي. قالت لا تنسوا بكرة على العشاء. على العشاء ولا على الغداء؟ على العشاء خالي على العشاء. بس اخ ما بعرف انا هيئتي ما رح اقدر روح. لا شو ما تروحي، ما بصير خالي ما بصير، الجماعة عزمونا وبكرة بيعزموا حالهم. ايه خالي مشان هيك هاي رح هلأ واعتذر منه. لا شو تعتذري، طولي بالك بعدين بيروح علينا البيت. خالي مو شايفني مريضة. طيب روحي على الدكتور قومي لحتى أخذك. ما معي مصاري خالي. معقولة يا منيرة معقولة؟ انت مثل بناتي معقولة، خليك انت تدفعي للطبيب انا بدفع. يا على قامة حظي، لك يضرب حظي. الله يسامحه جوزي، تركني وسافر، تركني أنا والبنات، هيك أنا بضل أحتاجك. بس ولا يهمك خالي، بس يرجع بدي رجع لك كل قرش أخدته. خلاص منيرة خلاص، أنا وين رحت؟ ليش فرق بيناتنا والخالي؟ بس يا خالي الحمل كبير عليك والبيت بده كتير كتير. خلاص ولك منيرة خلاص. هاي 2000 ليرة دبي حالك فيهن. آخ آخ يا راسي مالي قدراني روح. طيب وهي فوقهم 2000 تانية دبري حالك فيهم. آخ كمان آخ يا راسي كمان، لا 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 مالي قدراني اتحرك. طيب خدي هاي 10000 ليرة مالي حامل غيرهم دبري حالك فيهم. ما بقدر خالي ما بقدر، إلي 4 أشهر ما دفعت للناطور. لا فهمت. طيب أنا بدفع له. ما بقدر روح خالي، إلي 6 أشهر ما دفعت لمرت الناطور. طيب أنا بدفع لمرت الناطور وبدفع للناطور. شوفي كمان خالي ما بقدر، بدي سكربيني وشنطة جدد، مو معقول روح لعند الجماعة هيك. بالنسبة للأواعي مو مشكلة، بدبر حالي بالأواعي اللي عندي خالي. هلا دبري حالك شلون ما كان، والناطور ومرته أنا بدفع لهم، خلصنا بقى. ما بقدر كمان ما بقدر خالي، ما بقدر روح. ليش شوفي كمان بقى؟ فاتورة التليفون خالي، إذا ما دفعناها اليوم بنقطع الخط، وإذا انقطع الخط بيتصل وديع وما بيلاقي حدا. وديع؟ مين هاد وديع؟ مثل ما صار مع أبو رامي أفندي على حساب يا خانو، بلش يطالع لي بهالفواتير، يطالع لي بهالفواتير، ومين كان قاعد عنده؟ كتار الغلبي أبو مصباح. أبو راضي لعيت لي قلبي شبك، المهم دفع لك. دفع لي يا خانم، دفع لي لكان الله يرزقه يا رب. ودفع لمرتك؟ ايه طبعا دفع لك خانم. ودفعت فاتوره التليفون؟ ايه دفعتها، وجبت لك كل شيء طلبتيه من السوبر ماركت، ودفعت حقهم كمان، وهي الليسته وهي الفاتوره. شوفي خانم طلع حقهم 2730 ليره. ايه ماشي، ضيف عليهم 200 ليره لك. الله يرزقك يا رب، والله بنت قصور. الو اهلين. ايه ايه طبعا اهلين مدام جاكلين اهلين. جبتي لي التيور فرنساوي مثل يلي بالجورنال؟ ايوه. ايه ماشي، ايه هلا ببعت بجيبه. ايه طبعا ببعت لك لحظه. ايه 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 ابو راضي خالي دفع لك مصاريك مو هي؟ ايه دفع لي يعني خالي. هلا معك 10000 ليرة معي بس. خلص لا تكتر حكي. اسفه ايه سوري. ايه مدام جاكلين هلا ببعت لك ابو راضي، ببعت لك معه 10000 ليرة وبعدين ببعت لك الباقي. لا لا مو 20000، لا مو هيك اتفقنا، بزد لك 8 مو 8.5. خلص بتطلعيها مرة تانية. اوكي اتوتيلور مدام جاكلين. اوكي باي باي.
ابو راضي فورا تنزل على القصه عند مدام جاكلين، تعرفها ما بتجيب لي التيور من عندها وبتقول لها بعتتني منيره خانم، سمعت؟ بس يا خانم يعني خلص ابو راضي، هلا اعطيتك، ليش هيك عم تبسبس لي؟ اعطيتك ولا ما اعطيتك؟ اعطيتيني. إيه خلاص شبك. شوف ابو راضي، بتاخذ تاكسي روح ارجع على حسابي، سمعت؟ وتروح لعندها تجيب الطعم وتدفع لها 10000 ليره وبسجلهم على الحساب. بس يا خانم يعني ابو راضي لا تكون طماع، وكمان خذ 200 ليره لك. خلاص هي عم بعطيك، يلا روح وارجع بسرعه، في اغراض كثير بدي اياهم. وهدول يا خانم؟ خلاص هدول سجلهم على الحساب، خلاص بحاسبك كلهم مع بعض، يلا روح الله معك. يلا بسرعه ابو راضي. لطيف شو طماع. شفتيني عم لقطونك؟ ايه لقطونا، ليش شو عم بتسوي لك على السريع فيكم؟ شو صار يزعوت ويجعر هو عم يقول انت يا شب فلان مطلوب خلص تفضحينا انت هو عم يقول انت يا شب شو عم تساوي فوق بدك عليك عم تبصبصي على مرته روحي روحي ليش مرته اصلا خرج حدا يبصبص عليها ايه تخنة تخنة برمي بس انت انت اللي لفتي نظر ما في الا بتنطي وبتنزي بتنطي وبتنزي انت عم تصفري فكرك عم تصفري لمرته جوجو خلينا نغير وخلينا نشرح الطاقيه ونطار بسرعه اطفي اطفي رنيت الموبايل لقيمتى يا هني شو لقيمتى يا والله امك لا تخلينا نمضي عمرنا بالحمام اذا عرفت انه ناكبين بخمسين الف ليره انت ادعي تزبط شغلة الفيديو كليب ويصير معي مصاري وساعتها لا منتبادل ولا منحبس بالحمام ومنجاكر رولا وعليا عليا ما بتعرفيها ما بتتجاكر الا اذا ربيت اللي شي ديناصور فوتي فوتي تعال شوف وينكم لهلا؟ ليش طولتوا؟ شو بكون؟ ليش هيك عم ترجفوا؟ برد مو؟ مو سكروا ايه وين كنتوا لهلا؟ كنا كنا عند رفيقة يارا أمي كانت مرضانة كتير مرضانة أيوة ومشقت المريض ربع ساعة ساعة انكترت يعني صاركون ساعتين طالعين من البيت ايه انتي ما عرفتي ماما نحنا بعد ما خلصنا نزلنا على السوق مشان نشتري كلسات ليجرا ومن امتى انتي بتلبسي كلسات ليجرا مولي لفريدة ايه لكن ماما انا رحت مشان اشتري كلسات لانه كلساتي انا كرو ورحنا لنشتري وين الكلسات اللي اشتريتيهم فريدة وين الكلسات اللي اشتريتيهم ما لقينا ماما ما لقينا دورنا السوق كله سكر ما كنا نلاقي على عم بيسكروا ويفتحوا على مست كولات يا ماما مفقودين انا مفقودين يلا فوتوا درسوا قرب الفحص اخواتكم هلكوا هنن عم يدرسوا من الصبح وانتوا لسه دايرين من قرنه لقرنه يلا وحده منكم تفتح الباب مرحبا عمو اهلين وين الخانوم خانوم يا خانوم شوف يا ابو راضي في ناس غرب بالبنايه وكانوا على الاسطوح شافون جيراننا بالبنايات الثانية شبكي ما في شي خانوم انتو شفتوا حدا طالع ولا نازل شي لا ما شفنا اديروا بالكم لكان هيئتهم حرامية يا حبيبي يمكن متين بالحمام يمكن يا خانوم من يلي بيسرقوا ابر الدش قلوا من المجنون ابو مازع ليكي لبقى تطلع الاسطوح شغلت كم يوم احسن ما يمسكونا ما بقدر خلص على الحمامات بيموتوا من الجوع والعطش بالله طيريهم
المسلوق هدول ما بيطيروا لبعيد، ولو طاروا بيردوا بيرجعوا، ليش سموه كاش حمام؟ هلا شو بدك تعملي يعني؟ تركيني فكر. بس من لحظة انه تصرفات يارا وفريدة صايرة غريبة؟ ملاحظة؟ ايه انا اللي ملاحظة، ما في غير بيوقفوا على الشبابيك وبيهزوا وبيغنوا، لأ مو غايزني مو مضايقني غير فريدة، ما في غير بتنطلي من شباك لشباك. تقولي حاسين على شي؟ ما بعرف، بس تصرفاتهم غريبة، في شي مخبينه. في؟ ليكونوا عاملين مثلنا؟ لا يا مجدوبة، منين بدها تجي ببالهم هيك فكرة؟ لكن شو قصتهم؟ قصتهم قصة، مشان هيك ديري بالك. كيف الشبكة عندك؟ منيحة كتير، وانتي؟ منيحة، بس لما بتني راسي بتضعف الشبكة، وهون بتمر بالعالي. أنا بالعكس، لما بتني راسي بتقوى الشبكة، ومن فوق بتخف. حبيت الموبايل، حلو مو؟ مو، أنا كمان حبيته، وشو حلو كتير علي. يارا، شو قولك عجبتهم؟ يا عليكي، عجبتيهم كتير، بس حقيقة الفيديو كليب لراغب علامي؟ لك لا، مو لراغب علامي. هلأ بدهم يأجلوا الفيديو كليب تبع راغب علامي، بدهم يعملوا فيديو كليب لوائل كفوري. وائل كفوري؟ ايه ظريف، بحبه أنا. في؟ الله يخليكي، قوليلهم يشغلوني معك. لا لا لا، انتي صغيرة لساتك، صغيرة. في، سكري، سامع صوته طالعين من المطبخ. قلتلك على شباكك. اسمها يا ابو مرعي. لوديع هدى. يا ابو مرعي منركز على اللحن ومنجرب قد ما فينا نعمل مثل الشباب. يلا سبعة. شو عنا يا عهي؟ لبو بسرعة. ماما الله يخليكي، نحن بنستنى البرنامج من الأسبوع. الله يوفقك. ايه ماما لبو خلص بسرعة راسي، يلا اللي بيه بسرعة. الله يوفقك. أيوة وينو خالكم؟ ليش تأخر لهلأ التاني؟ على أبنائي آوى أن يستخدموا ذكاءهم المعهود إن أرادوا الحصول على شيء من الطعام. فالضبع حيوان شرس وقاتل، وليس بمقدورهم مقارعته. يحاول أحد الثعالب مشاغلة الضبع، بينما يسعى الآخر لخطف قطعة من اللحم. وهي اجت. شو هاد؟ ولاد الواوي على التلفزيون؟ ايش رايحين نتعشى عندهم ولا ننام عندهم خالي؟ خلاص شلون شايفتي؟ ما بك شي حلو، بس ليش هيك مكبر الورده على صدرك؟ هي اخر مره. إيه لا مو حل يعني، شو رايحين على العرس نحن؟ لا 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 اتركي ايدك. هيك ارتب اصبط. شو هذا خالي؟ هديه. لمين؟ اسطواني لمحمد عبد الوهاب. يا ولدي مين يشتريك؟ ايه لمين خالي؟ لعبد الوهاب. لمين اخذها خالي؟ اخذها لابو وسيم، لاخته لابو وسيم. خلص انبسطي. ايه شو نحن رايحين نشتري بيتهم ولا نتجوزهم؟ ما بتعرف. ايوه
لا تطلعي فيه هيك بتفشكها. يا بنات لا تفتحوا الباب بغيابنا لحدا، فهمتوا؟ ولا تقلبوا على برامج المياعة لأنه مو ناقصكم تعليم ماما. يلا خالي تأخرنا. على مين؟ على الجماعة. يلا بهوية. وبركي حدا شافنا؟ الدنيا ليل ما حدا حينتبه هلا. لك شو جاب الاغراض لهون؟ انا حطيتها مشان ماما ما تنتبه. شو؟ بدها بيض قتل الحمام. وليش والبي هلا؟ ليش والبي؟ شلون بدنا نشوف؟ عميتيني خلاص. حقيني شوف. والله يعيننا عليكي. الحق البوم. ايه لملومي؟ ايه هلا كنا عم نحضر الفيلم انا وفريده. لا امي مو هون، راحت يوخان. ايه ما بيراحت انا كنت بنوم. ايه ضربوا انتوا الفيلم وعليها الباب. قوم يا حاج قري. يلا ماشي انا ما بحكي معك بكره. يلا باي. ما عاد بدي احضر افلام رعب. ايه خلص خلص امي نام. انت تعي وين رايحه؟ تفضلوا امك وتفتح لنا بعدين. امشي فريده بدي اطفي هذاك الضوء. طب تركينا يا شعر. شو بك انتي بتعملي؟ شو عبقريه؟ مين بك هون؟ روحي افتحي، روحي افتحي، تعالي تعالي. مين؟ لا تفتحي، هذا اكيد الحرامي. مين انت؟ انا تحت. اخ انا تحت الطاوله. فيفي تعي لعندي. تعي يا را، تعي تعي جنبي، رح موت من الخوف. الله يوفقك. تعي ما بعرف اجي لحالي. لحالي الصوت لكانه صوت. ما لك سامع صوت العصابه برا؟ سحب في لناحي الحقيني. قلتك العصابه هي اللي قطعت الكهرباء؟ ايه اكيد 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 العصابه. العصابه هي يا را. تعي الله يوفقك. ما حد فيني امشي على رجلي يا را. شليت لك شليت يا را. رولا عليا شليت رجلي. الحقوني يا اختكم شليت. هتصل بالشرطة. قديش رقم الشرطة؟ شوفي بالدليل. انت قديش ذكية يعني هلا كيف تلاقي رقم الشرطة بالعتمة؟ اجتني فكرة. موبايلي موبايلي وينه؟ ليكو ليتو قديش؟ ايه الو الو لما اتصلي 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 بالشرطة. لك انا فريده فريده. شو بدي اتصل بالشرطه وانا ما بعرف الرقم؟ غلطت بالرقم. بس انت ليش رديتي؟ ما شفتي اسمي؟ ليش انا عم شوف؟ يلا ردي ردي لما. الو لما اتصلي اتصلي هلا بالشرطه. يعني مين؟ يا را في عصابة، في عصابة بدهم يقتلونا. ايه قطعوا علينا الكهرباء. اتصلي هلا بالشرطة رسم. يلا باي باي. هرا هرا مدري مدري شو صار فيني. فريدة اجوا اجوا هرا. اجوا 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 صوتهم صوتهم. اجوا 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 يا را يا را اجوا ماما. Ha ha ha!
تخافي حبيبتي لا تخافي. وينو؟ رولا لهنا مضطر افتح تحقيق. ايه سيدي افتح تحقيق ولا قال لك بلا تحقيق الشن كنا على السجن. الله يخزيكم هيك احسن لكم هيك. شو تاخذون على الحبس حضرة الضابط؟ وقتك هيك كلام هيك الجيرة بتتعامل؟ اهلين جيرة ما بكفي عم يتلصلصوا على البيت وعم يراقبوه بلكي وراهم عصابة بده يسرقوها. حضرة الضابط انا بناتي مالهم حرامية اصلا مو الحق عليك الحق على ابو راضي. انت ابو راضي انت ناطور بنايتنا ولا بنايه الجيران؟ انا عم بحمي بيتي ولا شو بدك يعني مساوي لما بشوف واحد حرامي حامل بيل وعم يسلحب على اسطوح الجيران؟ ما دام على اسطوح الجيران ومو على اسطوح بنايتكم انت شو دخلك؟ بعدين عفوا يعني يلي عم تقول عنهم حراميه طلعوا بناتي شوفهم اطفال ها شوف هدول وش حراميه هدول عم يلعبوا مساكين على اسطوح على اسطوحهم فيها شي عم يلعبوا بالحمام بالحمام خالي ما بس بس بنت اختي كفى كفى اترك الرجال يحكوا مع بعضهم. شوف يا جناب الضابط المساله مو مستاهله اكيد في سوء تفاهم نحن منحلها حبي يمكن جارنا يكون معه حق لانه ظن على انه بنات بنت اختي حراميه وقام تصرف مثل ما لازم يتصرف تماما. احسنت احسنت يا جار. شو قلت لي اسمك بلا زغره؟ ابو مازن ابو مازن. حضرتك ابو ايش بلا زغره؟ انا بينادوني فاروق بك. اتشرفنا سامع عنك معروف. طبعا معروف. الله يحفظك يا جار نحن جيران وحبايب وانا ما غلطت يعني حلوه بنات على اسطيع بتكش حمام بعمري ما شفتها. خلاص حضره الضابط نحن منحلها سلمية. Thank you.